بعد ما اتكلمنا عن البلورال افيوجن وازاي بيتكون وايه هي اسبابه وانواعه، هنتكلم ازاي بنعمل اناليسيس للفلويد ده. احنا بنطلب من المعمل بروتين ال دي اتش وجلوكوز وكالتشر ومايكروبيولوجي وباي ماركرز لو شاكين في حاجه معينه. يبقى الثلاثه الحاجات الاساسيين البروتين وال دي اتش اللي هو الليبيد وجلوكوز وكالتشر ومايكروبيولوجي وباي ماركرز. اول حاجه هنستخدم البروتين وال دي اتش، بنستخدمهم عشان نفرق الفلويد دوت ترانسيودت ولا اكسيودت according to light criteria. هنجيب البروتين الموجود في الفلويد والبروتين الموجود في السيروم ونشوف الريشيو ما بينهم. لو الريشيو ديت اقل من نص يبقى دوت ترانسيودت، لو اكتر من نص يبقى اكسيودت. تاني حاجه نفس الريشيو بس بالنسبه لل LDH، النسبه ما بين ال LDH في البلورال فلويد وبين البلور وال LDH في السيروم. لو أقل من 6/10 يبقى دوت ترانسيودت، لو أكتر من 6/10 يبقى اكسيودت. وبعدين آخر بارامتر ال LDH هنشوفه في البلورال فلويد، لو هو أكتر من تلتين ال upper limit of the reference، يعني ال reference بيبقى فيه normal reference في lower limit و upper limit. لو لقينا إن LDH أكتر من تلتين الـ upper limit بتاع الـ reference يبقى دوت exceeded، لو أقل من تلتين الـ upper limit بتاع الـ reference يبقى دوت transudated. يبقى كده استخدمنا أول two parameters البروتين والـ LDH في التفريق ما بين الـ transudated والـ exceeded. تمام. تاني تالت حاجة بنستخدمها هي الجلوكوز. الجلوكوز بيقل في حالات الروماتويد أرثرايتس، التبي، المالجنانسي، الامبايما. رقم أربعة الكالتشر والمايكروبيولوجي، بنستخدمه عشان نديتكت الأورجانيزم، لو دوت انفكتد ميديا هيبان للأورجانيزم في الكالتشر أو بالكرام ستيج. طيب ايه هي الباي ماركرز اللي ممكن نطلبها لو شكين في حاجة معينة؟ لو شكين في بانكرياتيتس أو اسفجيال رابشر فهنطلب أميليز، لو شاكين في تي بي فهنطلب اي دي اي وانترفيرون جاما، لو شاكين في سيستميك لوبس هنطلب انتي نيوكليار انتي بودي، لو شاكين ان دوت هارت فيلير بنطلب انتي بو بي ان بي، بيكون عالي في السيروم وبيكون عالي في البلورال فلويد. تمام. البلورال افيوجن اللي بيكون مع الروماتويد ارثرايتس بيكون له خصائص كده، بيقل في الجلوكوز والبي اتش، بيزيد في ال دي اتش والكوليسترول، وبيزيد الروماتويد فاكتور تتر. طيب احنا عندنا في بلورال افيوجن امتى نقول ان احنا هنركب شيست تيوب ولا لا؟ نركب شيست تيوب لو اول حاجه احنا بنسحب لقينا الفلويد ده تربت، لو لقينا البي اتش اقل من 7 أو 2/10، لو بي الكالتشر او مايكروبيولوجي ديتكت ان هو فيه اورجانيزم دي انفكتد ميديا، لو البلورال افيوجن دوت كان بارانيومونيك ومع وبقاله فتره بنديله انتي بايوتيك وميديكيشنز بس ما بيحصلوش اي كلينيكال امبروفمنت. طيب امتى نشيل التشيست تيوب؟ لو قعدنا اكتر من 24 ساعه التيوب ديت ما بتخرجليش اي اوتبوت، عملنا تشيست اكس راي ما فيش اير فلويد ليفل، يعني حصل لي ريزوليوشن للبلورال افيوجن. امتى يكون كونتر انديكيتد ان احنا نركب تشيست تيوب؟ اول حاجه ان دي انفيزيف ميجر، يعني لو الاي ان ار اقل من 1.3 والبليتلت هيكون اقل من 75,000 يبقى دوت البيشنت هيكون ريسكي للبليدنج. طيب لو في بالنسبة لي اللونج في انفيزيماتوس بولي ممكن تفرقع واحنا بنركب تشيست تيوب، لو البلورة ذات نفسها البلورة الكافيتي فيها ادهيجن يعني وليكولاي، لان احنا مثلا ركبنا تشيست تيوب جزء منه هيتفضى وجزء بسبب الادهيجن دوت مش هيتفضى، يبقى هنا بتكون كونترا انديكيتد.